السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقها قولي اليوم بإذن الله سنناقش موضوع الأول مادة هندسة كهربائية بالضبط موضوع 2017 فلنبدأ على بركة الله وحفظه سؤال رقم اثنين في سؤال رقم اثنين طلب منا رسم من أشغول التحويل إلى بصر لرسم أي متمن يجب اتباع ثلاث خطوات أساسية الخطوة الأولى قراءة دفتر شروط جيدا والخطوة الثانية تركيز على المناولة الهيكلية حيث الخطوة الأولى تكون على التزامن مع الخطوة الثانية أما الخطوة الأخيرة وهي تركيز على جدول الاختيارات بالضبط نركز على المنفذات المتصدرة خاصة الموزعات هل هي أحادة استقرار أم ثنائية الاستقرار وكذلك نركز على الملتقطات هل هذه الملتقطات موجوده في هذه الاشغله ام موجوده في اشغله اخرى نذهب الى المناوله الهيكليه كما تلاحظون هذا النظام مجزا الى اربع اشغلات الشغلة الأولى يتم فيها تعبئة العلبة بحزم الورقية والرافعة آه هي المسؤولة عن تعبئة هذه العلبة. اما الاشغولة الثانية يتم فيها تحويل العلبة المعبأة من الاعلى الى البساط رقم واحد والرافعة بين المفعول هي المسؤولة عن ذلك حيث حيث تحتوي ساق رافعة ب على جملة ميكانيكية هذه الجملة تساعدنا على تحويل العلبة بزاوية قدرها 180 درجه، اما الاشغوله رقم ثلاثه وهي اشغوله تقديم العلب والتي يقوم بها البساط، ومن مسؤول عن تدوير البساط هو المحرك ام، واخر اشغوله وهي غير ظاهره وهي اشغوله الطي والمسك وغلق العلبه. نحن سنركز على اشغوله التحويل لان هذه الاشغوله طلب منا استخراج متمن من وجهه نظر تحكم لها. نبدا يتم تحويل العلبه المعبأة الى بساط بخروج ذراع رافعة لاحظوا معي جيدا يتم خروج ساق رافعة بي وفي نفس الوقت اداه التحويل تبدا في الدوره الى غايه الضغط على بي واحد ماذا تلاحظون تلاحظون انها تحولت العلبه من الاعلى الى الاسفل اذا اول فعل لدي هنا هو خروج ساق رافعة بي والملتقط بي واحد يبين لي انه انتهى خروج ساق رافعة بي ساقة رافعة ب بعدها يتم تقديم العلبة وهذه الأشغلة هي أشغلة رقم ثلاثة لا تهمون وقدمتها لكم لكي توضح الفكرة كيف يتم تقديم العلبة فقط بعد بعدها يتم بعد يتم دخول ساقة رافعة ب لكي لكي تعود أداة التحويل إلى الأعلى ما الذي يبين لي أن الأداة التحويل وصلت إلى الأعلى وهو الملتقط بزيرو إذا نهاية الأشغلة فعلين فعل أول خروج ساق رافعة بي والفعل الثاني وهو دخول ساق رافعة بي الآن نرسم من وجهة نظر جزء تحكم لأشغلة تحويل أولا يجب علي معرفة رقم الأشغلة وذلك عن طريق متمن انتاج العادي كما تلاحظون تحويل الى بساط رقم الاصول رقم 2 لذلك نرقمها برقم 2 وحذاري ان ترقم الأشغلة من جدول اختيار ثانيا المرحلة الابتدائية هي مرحلة عشرين لماذا؟ لأن رقم الأصول هو اثنين والمرحلة الابتدائية رمز لها برقم صفر لذلك تصبح مرحلة ابتدائية برقم عشرين عندما تنشط شغل رقم 2 في متن من الانتاج العادي تعطي نداء هذا نداء على شكل اشاره هذه الاشاره تسمى اكس اثنين هل يشتغل النظام لا يشتغل بل ينتظر نداء آخر أو إشارة أخرى هذه الإشارة تأتي من متمن قيادة والتهية وذلك عن تنشيط مرحلة تسمى بإذن بتشغيل ال كما تلاحظون لم يعطي لي متمن قيادة والتهية في هذه الحالة نلجأ إلى أشغال رقم ثلاثة ونلاحظ أن X 104 هي إذن بتشغيل آلي. فهنا تصبح يصبح الشرط X2 في X 104 هل أضيف S1 في CP؟ هنا خطأ لماذا خطأ؟ لأن S1 و CP ينتميان إلى أشغولة تعبئة فحذاري حذاري حذاري دائما ركزوا على جدول اختيارات سؤال اخر هل اضيف ا A0 في بي 0 ملتقطان يبين لي ان الروابط في حاله الابتدائيه في هذه الحاله المتمن قيادة والتهيئه هو المسؤول عن تهيئه النظام وبالتالي لا داعي لاضافه ا A0 و بي 0 عند تنشيط مرحله ابتدائيه وتحقق الشرطين اول فعل كما لاحظنا هو خروج ساق رافعه بي ومن ومن جدول اختيار خروج ساق رافعه بي يتحكم فيها الموزع عن طريق دي بي زائد دي زائد بهذا الشكل بعد خروج ساق رافعه بي يضغط تضغط على ملتقط بي واحد الذي يبين لي أنه انتهت عمليه خروج ساق رافعه بي كما تلاحظون بهذا الشكل عند الضغط على بي واحد بعدها يتم رجوع ساق رافعة بهذا الشكل من جدول الاختيار رجوع ساق رافعة يرمز له بي دي بي ناقص إذن في مرحله 22 الفعل وهو دي بي ناقص ولكل فعل شرط نهايته اذا شرط نهايه الفعل الساقة دخول الساقه الرافعه ب هو الضغط على ملتقطه ب زر عند تحقق الشرط بي 0 وتنشيط مرحله 22، تنشط مرحله 23 هذه المرحله 23 تسمى بمرحله الانتظار بالنسبه لاشغوله رقم 2 وهذه المرحله عندما تنشط تعطي جواب لاشغولات 2 على شكل اشاره اكس 23 ففي هذه الحاله نفهم ان الاشغوله رقم 2 انتهت وعندما تخمل الاشغوله رقم 2 يصبح X 2 باللون الاسود اي انه خامل وبعد X 23 شرط جديد هو X 2 بار ما معنى اكس 2 بار هو زوال نداء الاشغوله وبالتالي تعود الشغوله الى الحاله الابتدائيه اذا سؤال ما وظيفه X 23 X23 وظيفته هي مرحلة الانتظار بالنسبة للأشغولة رقم 2 وتساهم في تطور متمن إنتاج العادي لماذا؟ عندما يتحقق X23 تخم الأشغولة 2 وتنشط أشغولة رقم 3